بتذاكري ايه دلوقتي؟ ايطالي. بتدرسي بقى ايطالي؟ بتتعلمي مثلا يعني ما في مش ح... مش حياتك حي... قلتي لك مؤمنه بمقوله مهمه لدكتور طه حسين. دكتور طه حسين، انا عندي كده سلسله اسمها طه حسين سيد مكاوي عمار الشريعي. انا عمار بحبه، مش هقول كنت بحبه، بحبه يعني، بحبه اخ، بحبه اب، بحبه عمي، بحبه يعني. لما سيد مكاوي مشي، عمار الشريعي كتب عدد من المقالات في مجله، كان الاهرام بيطلع حاجه اسمها الاهرام العربي. كتب عده مقالات، اربعه اعتقد، كان بيكتب عمود كده اسمه ابي مات. فانا لما كنت اتكلم مثلا مع رحمه الله عليه عمار الشريعي، اشعر انه اتحدث مع ريحه من عند ابويا، لانه عمار عنده خفه دم وعنده انسانيه وهذا يعني. فطه حسين سيد مكاوي عمار الشريعي اترقبهم، ارصدهم، ايه ده؟ ايه العظمه دي يا ناس؟ فطه حسين بيقول فيما معناه: كلما ازداد علمي كلما أدركت كم أنا جاهل. حياتك مؤمنة بده؟ طه حسين بيقول كده. اللي الناس النهاردة بتقرأ سطرين بتعتقد أنها تحمل العلم كله على أكتافها. وخليني أقولك أن كل ما بقابل عالم كبير، يعني مثلا لما قابلت الدكتور فاروق الباز، لما قابلت الدكتور مجدي يعقوب، أنا بتكلم على المقابلة الشخصية، الناس العالمة بجد بجد تواضعها فظيع، وتواضعها في العلم وتواضعها الإنساني كبير قوي. صحيح. كبير قوي. وساعات أقول هو العلم بيخلي الناس أرق، يعني جلدهم أرق من الناس. إيه ده؟ الإنسان كل ما بيمشي في الحياة وبيزيد علمه، كل ما بيعرف انه لا، لسه في كتير قوي.